طب معانا على التليفون نجمة الرائعة الكبيرة الجميلة يسرى. ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك، وحشتينا. انتوا كمان والله جدا جدا. شغل رمضان كان عظيم جدا كما جرت العادة. الحمد لله انه عجبكم، وانا مبسوطة جدا ان انا قدرت احط ابتسامة كده على وشوش كل الجماهير. دايما كل حاجة بتعجبنا بتعمليها لنا، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. النهاردة وعيد ميلاد عادل إمام، وأنا عارف عادل إمام بالنسبة ليسرى إيه، صديق وزميل حقيقي وأستاذ كمان. هو صديق وزميل وأستاذ وتلاقيه يعني في حياتك بكل المعاني. أول مرة تقابلته كان إمتى؟ لا ده كان زمان أوي أوي أوي. وإحنا اشتغلنا فيلمين يمكن ما بيتعرضوش كتير، كان اسمه شباب يرقص فوق النار وأذكياء لكن أغبياء. أوكي، دول ما بيتعرضوش كتير. الأفوكاتو ما بيتعرضوش كتير مع إن دمهم شربات جدا. الأفوكاتو كان فيلم كسر الدنيا وأثار الزوابع كمان. طبعا عمل زوابع وعواصف، كان من روائع الأستاذ رأفت الميمي كمان. طبعا الله يرحمه يا رب. الله يرحمه، الله يرحم. الشغل مع عادل إمام بيفرق عن الشغل مع حد تاني؟ لان عادل امام يعني هقول لك الكواليس بتاعته وقعدته وازاي بيهزر مع كل الناس وازاي حافظ اسامي كل الناس وازاي هو يعني هتلاقيه عارف اسم كل عامل موجود جوه البلاتو خارج البلاتو، هتلاقيه بيهزر مع كل الناس. لا يعني شخصيه بديعه جميله رائعه، بيضيف سعادة كده على الناس وهم بيشتغلوا معاه. قد ما يكونوا مرعوبين منه قد ما بيكونوا مبسوطين ان هم معاه. بيبقوا مرعوبين ليه في الاول؟ عشان قدام عادل امام برضو. عادل امام ده مش حاجة سهلة يعني، اسم يخوف. يعني برضو عادل امام فنان كبير ومش سهل، بس في نفس الوقت اول ما هو بيكسر الحدة دي هي، ولما بيأمن بالموهبة بتاعتك بيديلك كل الفرص اللي في الدنيا. صحيح صحيح. ومن قلبه يعني بيعملها من قلبه بجد، طول الوقت بيحاول كمان يكتشف أسماء جديدة ومواهب جديدة. وانت لما هتشوف هتلاقي ثلاث أرباع النجوم النهاردة اشتغلوا معاه. صح، يعني 100%. أصبحوا نجوم النهاردة اشتغلوا معاه وادهم فرصة هي اللي خلتهم يكونوا نجوم. ايه اللي خلى عادل إمام بقى عادل إمام؟ دي عادل إمام، ثقافته، حبه للفن، احساسه بالمسؤوليه. يعني هو مش واخد الـ 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 مش واخد الفن كده مهنه ان هو بيسترزق منها، لا بس لا، او يبقى مشهور من وراها، لا هو مؤمن ان الفن ده رساله، ورساله كبيره ومهمه، وان هو من خلال الفن ده هو يقدر يقول كل حاجه. هتقولي له ايه النهارده عشان عيد ميلاده؟ أقول له ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك ويديك الصحة ويحفظك من كل شر، ويلا بقى ارجع لنا هنموت عايزين نشوفك تاني، وأنا عايزة أشتغل معاك يا أستاذ. يلا يا أستاذ يلا بينا. طيب احنا بقى إيه، أنا كمان بقول لك يلا كمان تبقي موجودة معنا في البرنامج بقى نقعد ندردش ونتكلم إن شاء الله. كل مرة بنتقابل نقعد في الطيارات بنتكلم على الطاير كده، ما بنلحقش نقعد نتكلم. معلش ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله. اشكرك جدا جدا. انا اللي بشكرك جدا. الف شكر. ربنا يخليك. الف شكر.